أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مشاهدي متابعي قناة المدى الفضائية في كل مكان، أحييكم وأنا أجدد لقاء بكم عبر حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي المدى استاديوم. حلقة هذا اليوم كما نوهنا يوم أمس نتحدث فيها عن مباراة الغد بين منتخبنا الوطني ونظير الإماراتي في التصفيات المونديالية الحاسمة. هذه المباراة وأهميتها بالتأكيد سنتحدث عنها مع ضيفي هذه الليلة، وهما كل من الكابتن العزيز نزار أشرف. مساء الخير وأهلا وسهلا بك ضيف عزيز على برنامج المدى استاديوم. مساء النور وسهلا. أيضا ضيفنا العزيز الكابتن بسام رؤوف، ونقول لك عودة ميمونة إن شاء الله. شكرا جزيلا دكتور، وطبعا أكيد تحيات كابتن نزار أشرف. تحياتي لكما مشاهدينا الكرام، فاصل ونبدأ البرنامج. أحييكم من جديد، أولى فقرات البرنامج وكالمعتاد فقرة صورة وخبر، تعالوا معي لنتابع. منتخبنا الوطني بكرة القدم يختتم تحضيراته استعدادا للمواجهة المصيرية والحاسمة أمام شقيقه الإماراتي الثلاثاء بالتصفية القارية المؤهلة لمونديال روسيا. مدرب المنتخب الوطني راضي شنيشل يؤكد أن منتخب الإمارات متطور جدا ولديه عناصر مميزة، لكننا مستعدون للقاء الذي سنخوضه بصفوف مكتملة. رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود يعرب عن ثقته بقدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الإمارات، داعيا الجميع إلى مساندة المنتخب في مهمته الوطنية. اللجنة المنظمة للألعاب الأولمبية للأولمبيات الخاص توجه دعوة رسمية لوزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان لحضور حفل افتتاح الدورة التي ستقام العام المقبل في النمسا. فريق الشرطة بكرة القدم يخوض مباراتين وديتين أمام فريقي نفط الجنوب والحسين في العاصمة بغداد تحضيرا لاستئناف الدوري الممتاز. الهيئة الإدارية لنادي كربلاء الرياضي تنظم معسكرا تدريبيا لفريقها الكروي في العاصمة بغداد يستمر أسبوعا واحدا استعدادا للدوري الممتاز. الرباعة هدى سالم تحرز 3 أوسمة نحاسية في منافسات بطولة آسيا لرفع الأثقال الجارية منافساتها في العاصمة اليابانية طوكيو. أخيرا الاتحاد المركزي للدراجات يحدد يوم 9 من الشهر المقبل موعدا لانطلاق منافسات بطولة الجمهورية للعبة في محافظة النجف. إذن بعد هذه المجموعة المنوعة متابعتنا أول متابعة عن دورة حراس المرمى اللي يقيمها اتحاد الكرة واللجنة الفنية تحديدا، أول دورة لحراس المرمى ما زالت مستمرة. كاميرا البرنامج زارت الدورة هذا اليوم وسجلت لكم هذه اللقطات واللقاءات. الدورة التدريبية هي لمدربين حراس المرمى المستوى الأول سي. طبعا الدورة اللي غناها أكثر إنه وجود مستوى مدربين عالي المستوى، عندنا فيها مدربين المنتخبات الوطنية، في عنا مدربين بيدربوا بفرق الرجال، في عنا مدربين صاعدين عم يدربوا الفئات العمرية، هدول كله نحن عم ندمجهم سوا مع بعض لتطوير المعلومات عندهم، توصيل المعلومات، تسهيل وتبسيط الإعداد للتمرين والعمل على تطوير المدربين والحراس بنفس الوقت. فنحن لما بنشتغل على المدرب، المدرب راح ينعكس العمل تبعه على مين؟ على حراسه. وهذا اللي بنتمناه نحن، انه تطوير الحراس المرمى على صعيد الأندية وعلى صعيد المنتخبات الوطنية. زامنت دورة سي الآسيوية لكرة القدم مع دورة حراس المرمى اللي يطلق عليها ليفل 1 يعني المستوى الأول، تزامنت في هذا الوقت. مشكورين يعني مدرسة تخصصية بتهيئة القاعات والملعب. دورة سي هاي من ضمن منهج الاتحاد الآسيوي واللجنة الفنية للتطوير، وكذلك دورة الحراس المرمى متزامنة مع هذا الوقت، لأن المحاضر الآسيوي ماهر بيرقدار حارس مرمى منتخب سوريا سابقا ومسؤول عن تطوير الحكام في دولة قطر، كان هو هذا الموعد هو الوحيد اللي يقدر يعني عنده فراغ، يعني تعرف عندهم ارتباطات الاتحاد الآسيوي، أن يعني يكون
متواجد في هذه المدلة لفترة من 12 لغاية 17 داعش. طبعا هاي الدورة هي المستوى الأول لحراس المرمى ليفل 1، هي فائدة أن المدربين حراس المرمى بالعراق والتطور ونواكب التطور الحديث بالنسبة لتدريب حراس المرمى، وهاي الدورة اللي يحاضر بها السيد ماهر برقدار، هو من المشرفين والمحاضرين جيدين، وإن شاء الله نستفاد من هذه الدورة وبالتالي تطور الكرة العراقية بمركز حراس المرمى. مثل ما نعلم انه حكامنا على المستوى العربي والقاري حقيقة يفتقرون الى اسناد مهمات تحكيمية، لذلك السنتين الاخيرة شهدت واجبات تحكيمية لقضاة الملاعب العراقية. ايضا اجرينا هذا الاستطلاع لبعض الحكام الذين سيشاركون في تحكيم مباريات مونديال روسيا. طبعا هاي مو اول مرة الحمد لله، أنا هذا صار الواجب الثاني أكون حكم رابع. بالبداية كنت مع الحكم الدولي مهند قاسم في اليابان مباراة اليابان وأفغانستان، وهذه المباراة الثانية مع الحكم الدولي علي صباح والحكم المساعد أمير داود. إن شاء الله مباراة سوريا وإيران في ماليزيا إن شاء الله. إحنا نحاول نقدم أفضل مستوى اولا لتمثيل بلدنا يعني العراق ان شاء الله خير تمثيل في المحافل الخارجيه ان شاء الله، ونحاول نكون اقل اخطاء، لان هو الحكم الجيد يكون يعني اقل اخطاء ان شاء الله، وان شاء الله نقود المباريات الى بر الامان، ونتمنى التوفيق ان شاء الله للجميع. الحكم العراقي احنا اذا نجي للمنطق هو افضل بكثير من البلدان المجاورة أو الإقليمية اللي تتحكم بآسيا. يعني إذا إحنا نجي فرق إنه ما بلدان ما عندها فرق كرة قدم، بس تشوف حكامهم كأس العالم تلقى إنه رئيس اتحاده هو نائب رئيس اتحاد آسيا ونائب رئيس اتحاد أفريقي. كل الدول تستقتل في سبيل وصول حكمها مثل ما تستقتل اتحادات، وإنه توصل اليوم المنتخب تصعد إلى كأس العالم أو تصعد إلى نهائيات آسيا. أيضا المفروض الحكم اتحاد كرة القدم العفو يذب كل جهده، يخلي كل جهده ويصب كل جهده في سبيل وصول الحكم العراقي. صراحة احنا نحكي احنا لو تجي لدورينا أي حكم ما يقدر يحكم بي، لأن دوري صعب شاق بضغوطات بمشاكل ضغط جماهير ضغط إعلامي، يعني المهم تعرف الوضع اللي نعيشه إحنا. بس رغم هذا تجي تتفاوح حكمنا الحمد لله يطلع أصعب مباراة إلى بر الأمان. وإذا ترجع لليوم الواجبات اللي أخذوها الحكام العراقيين هذا حقهم الطبيعي، بس اليوم تقول لي هو وفق مستوى الطموح أقول لك لا، لأن المفروض الحكم العراقي واجباته أكثر من هذا الواجب اللي اليوم إحنا فرحين به حقيقة. بس إذا هو مو ملبي لطموحنا، لأن أكو حكام عندها أخطاء كارثية، ودليل أنه فرقنا منتخبنا يعني يمكن أكثر من مباراة تغيرت نتيجة به. هذه المباريات في التصفيات النهائية لكأس العالم تعطينا دافع أو تعطينا فد إمكانية أنه نحاول أن نوصل لهذا المستوى، نحاول نوصل نطمح إلى أكثر، نتمنى أن نوصل حكم شاب عراقي إلى نهايات كأس العالم نهايات كأس آسيا. أيضا أتمنى لهم الموفقية، مبارتين صعبات، مبارتين كل مباراة في تصفيات كأس العالم لها أهمية ولها فد موقع مهم، نتمنى لهم الموفقية إن شاء الله. بالتوفيق لقضاة الملاعب. ندخل في تفاصيل حوارنا مع ضيفي هذه الحلقة عن مباراة يوم الغد عبر تقرير هشام علي. إذن بعد هذا التقرير أعود لأحيي ضيفي هذه الليلة الكابتن نزار أشرف والكابتن بسام رؤوف. كابتن حقيقة يعني أربع مباريات هذه الخامسة، المستوى الفني نعترف أنه بدأ الاستقرار الفني، بدأ المستوى يتصاعد، لكن هذا لا يمنع من وجود ثغرات عدة أشرنا إليها في يعني استوديوهات تحليلية سابقة، لكن على العموم أشرنا إلى ضعف التمركز أو خلل في التمركز أثناء يعني الهجمة المرتدة والكرات العرضية، أيضا قلبي الدفاع هناك خلل في قلب بناء الهجمة نقل الكرة، هذا كله نحتاجه حقيقة، نحتاج استقرار من أجل التطور، نحتاج انسجام من أجل لعب كرة سهلة. بداية كيف ترى مباراة الغد فنية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لحضرتك ولبرنامجك والأخ والزميل العزيز بسام رؤوف والمشاهدي قناة المدى. حقيقة المباراة طبعا مباراة مهمة بالنسبة لمنتخبنا،
بعد الاخفاقات السابقه والانتصار اللي تحقق على منتخب تايلاند، اعتقد الفريق يمر بمرحله جيده من الاعداد ومرحله جيده من الاستقرار، وايضا رؤى جيده من المدرب راضي شنيش والملاك التدريبي اللي معه في كيفيه اختيار اللاعبين وايضا طريقه جمع اللاعبين وتواجد اللاعبين المحترفين. اعتقد اصبحت هناك توليفه جيده في المنتخب الوطني، يستطيع المدرب ان يوظف امكانيات اللاعبين بالوقت الحاضر بشكل افضل من المباريات الاولى اللي كان المنتخب الوطني قد خاض امام استراليا ثم مع السعوديه. اصبحت هناك رؤيه جيده. المباراه مستوى الفني بالتاكيد سيكون عالي. الفريق العراقي يمر بمرحله جيده، يعني يجب ان نعترف انه تطور المستوى من مباراه استراليا الى مباراه هذه، هناك تطور، هناك استقرار نوعا ما، هناك تفاعل من اللاعبين مع فكر راضي شنيشيل، لكن تبقى اخطاء كره القدم موجوده. يعني احسن الفرق العالميه وافضل اللاعبين هم يمرون باخطاء كثيره، ويمكن شفت مباراه الجزائر كيف المدافع خطا وسجل هدف في مرمى، وتنسحب هذه على كل المباريات اللي تجري في كره القدم. المشكله الرئيسيه كيفيه التخلص من الاخطاء الفرديه التي تؤثر سلبا على الاداء الجماعي. يعني كل المباريات اللي خسرناها معظمها جاءت من اخطاء فرديه، وبالتالي المدرب لا يتحمل الجزء الاكبر منها. نعم قد يتحمل جزء في اختيار هذا اللاعب في هذه المباراه او اختيار ذاك اللاعب في مباراه اخرى، لكن في حقيقه الامر الاخطاء الفرديه لعبت دور في ان المنتخب الوطني يمر بهذه المرحله. فريق الامارات فريق جيد لديه استقرار فني منذ 4 سنوات، المدرب قاد الفريق من الشباب الى الاولمبي والان هو مع الوطني. اعتقد صار عارف جيد بمستوى اللاعبين، بامكانياتهم، بتوظيفهم، حتى في طريقه تعاملهم مع اوقات المباراه. المشكله الرئيسيه انه الفريق الاماراتي لديه استقرار فني، استقرار نفسي. يعني لا يهابون الخساره مثل ما لا يحدث الان عندنا. يتعاملون بحرفيه اكبر مع دقائق المباراه. ولا سوى هذا، يعني تراهم بعد الخساره امام السعوديه، نعم كانت هناك بعض الهجمات على المدرب وعلى اللاعبين، لكن لا تصل الى المستوى الذي حدث مع منتخبنا. نعم. واقعيين يعني. لما اشاهد انه اعلامي او مدرب يتحدث عن مهدي علي بالطريقه اللي يتحدث بها عن مدربينه عندما يخسرون. المدرب انه يخسر يحتاج، لكن الان انا يعني مع احترامي لحضرتك الان كل الاعلام الان كل الان بعد مباراه تايلاند صح يعني عفوا يحتاج المدرب الدعم عند الخساره بالضبط، ويحتاج وهذا اهم شيء يجب ان نوفره للمدرب. اي مدرب عندما يفوز ينتشي، لا يهمه في بعض الاحيان النقد ولا يهم الكلام الاخرين، ولكن عندما يخسر يحتاج الى مدرب زميل، الى اعلامي، الى متحدث اعضو اتحاد، الى وزير، حتى يشعر بالدعم النفسي حتى يقدر ينهض. واعتقد الكثير من الاعلاميين ساهموا في عوده المنتخب الوطني الى مستواه الفني بعد ان وفروا الدعم الاعلامي والزخم الجماهيري من خلال الدعم الاعلامي. اصبح المنتخب يمر بفتره جيده من الاستقرار على الاقل من ناحيه الدعم المعنوي، وهم يشعرون جيدا انه الجميع الان معاهم، وهذا شيء مهم بكره القدم عندما تكون الجماهير خلف المنتخب تساعد على اعطاء اللاعب اكبر قدر ممكن من المباراه من الناحيه الفنيه، والتعامل باريحيه اكثر عندما يشعر بهذا الوضع. وانا اعتقد مباراه مهمه، نعم كل الاحتمالات موجوده. يعني احنا راح ندخل بالتفاصيل بعدين، الاسلوب التكتيكي والاسلوب المغاير هذا بعدين. رؤيه فنيه ايضا للكابتن بسام رؤوف عن هذه المباراه، حتى ندخل بالتفاصيل اسلوب الفريق الاماراتي، تكتيك، شلون المفروض نلعب، اللاعبين اللي يعني المفروض يوظفهم مدربنا، ممكن اللاعبين اللي المتوقع يعني حضراتكم يعني يشتركون في المباراه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الكابتن نزال يمكن اعطى نقاط اساسيه بصراحه عن صوره الفريق، يعني المنتخب الاماراتي وحالته النفسيه ووضع المنتخب العراقي والامور التي ممكن ان يحصل عليها من خلال مباراته القادمه امام المنتخب الاماراتي.
أنا أعتقد علينا أن نعترف جميعا، ومنهم الكابتن بالتقرير كابتن راضي الشنشلي اعترف بأنه منتخب الإماراتي منتخب متطور ومستقر رغم الـ الانتكاسات نقول احنا الاخيره امام السعودي على وجه الخصوص، لكن المنتخب الاماراتي اذا ما استعدنا الذاكره قبل اشهر فاز على المنتخب الياباني وفي اليابان، لذلك عناصر القوه ما زالت موجوده، واذا ما تكلمنا بعدين فنيا ان شاء الله على كل لاعب ومفاتيح لعب المنتخب الاماراتي هي قائمه لحد هذه اللحظه، لذلك قضيه العوده عودة هؤلاء اللاعبين إلى مستواهم الحقيقي وبالتالي التغلب على الحالة النفسية اللي من خلال يعني الخسارة هاي يحتاج لها أكيد يعني شخصية قوية للاعبين وللمدرب، وبالتالي هل ممكن المنتخب العراقي يكون سيسهل للمنتخب الإماراتي في الإمارات أم سيكون الحالة مغايرة، المنتخب العراقي هو اللي راح يصطاد المنتخب الإماراتي في الإمارات؟ أنا أعتقد أكو نقاط كثيرة ممكن نذكر جزء من عدها من الحالة الفنية. هل المنتخب العراقي سيندفع مبكرا إلى الأمام محاولة من عنده لتسجيل؟ ليش تبقى أسئلتي وتسأل؟ لا مو أنا من كثر ما أحبك وأعرف يفكر فصار بيناتنا توارد أفكار. الأمر الآخر، هل سيعود المنتخب العراقي إلى الخلف ويحاول أن يغلق المنطقة وبالتالي يلعب على أخطاء المنتخب الإماراتي، أو العكس بالنسبة للمنتخب الإماراتي يعود إلى الخلف ويعطي المبادرة للمنتخب العراقي وبالتالي أو المباراة تكون مفتوحة من كلا الجانبين، لأن كلا الجانبين صرحوا بأنه يجب أن يكون هنالك فوز في هذه المباراة لطرف يعني المنتخب. هي مباراة الخيار الواحد تقريبا للفريق لكل الفريق نفس الدافع. الفريق الإماراتي مثل ما قلنا استقرار فني، لكنه مباراة السعودية اختل التوازن نوعا ما، ممكن نستغل هذا الأمر بحصول استقرار فني حاليا لدى الفريق العراقي، خصوصا بانضمام المحترفين واللاعبين المحليين لأول مرة يمكن لمدة أسبوع كامل في معسكر. أنا أعتقد الشيء الجيد اللي احنا يمكن أقرب الناس اللي عملوا مع الكابتن راضي الشناشل هو الكابتن نزار أشرف ويعرف طريقة تفكيره. اللاعبين المتواجدين من اللاعبين المحترفين المغتربين العراقيين الموجودين حاليا الكثير من الآراء يعني من الشارع والجمهور والخبراء يعني تحاول أن تدعم بعض اللاعبين في سبيل أن يكون هناك تغيير على مستوى التشكيلة. بعض الأحيان لاعب واحد ممكن يغير شكل وأسلوب وطريقة ونتيجة مباراة إذا ما استغل بالصورة الصحيحة. وبالتالي أنا أعتقد اللاعبين هل الكابتن راضي الشناشل من النوع المجازف في هكذا نوعية من المبارات لإشراك بعض اللاعبين وخاصة في مراكز حساسة جدا تكون بها يمكن ربما راح تكون مباراة محصورة أغلب أوقاتها ربما في منتصف الملعب ومنطقة التحضير. أنا أعتقد بأنه الكثير من اللاعبين الجيدين موجودين في خط الوسط، لكن هنالك مشاكل يعاني منها ايضا لاعبي خط الوسط وخاصه من الناحيه الهجوميه. الناحيه الدفاعيه احنا عندنا مقاتلين، امجد عطوان استقر من ناحيه الدفاع. ليش تسبق الاحداث؟ واني بس اريد افهم اني لانه راسم خريطه البرنامج كابتن نزار راح يحلل الفريق الاماراتي وكيف يلعب. انت راح تحلل الفريق العراقي وكيف يلعب. إذا فأنت ليش تسبق الأحداث؟ ما نسبق الأحداث احنا، لا كلمتين أنا أجزها والباقي إن شاء الله لك دكتور. أنا أعتقد تكلمنا سابقا عن الحالة النفسية للاعبين، الحالة النفسية جيدة جدا، استقرار على مستوى الفني والتشكيلة موجود أيضا حاضر، الدعم والمساندة الإعلامية والجماهير كلها موجودة مع الكابتن راضي الشناشل. المهمة ليست مستحيلة، تكلمنا بأنه المنتخب الإماراتي ممكن التغلب عليه إذا ما أخطائنا كانت قليلة في المباراة، وبالتالي اللاعبين أعطوا 100% مجهود استثنائي في هكذا نوعية المباراة. أنا أعتقد الأجواء مهيئة حقيقة. كل الأجواء متاحة لنا بتقديم الأوارد الأنباء إلنا سواء من مراسلنا مصطفى أو من التصريحات، الأجواء مناسبة جدا، ممكن أنه يعني يحققون الفوز إن شاء الله، وهذا اللي نتمناه لأن أكو أسئلة جتي حقيقة قالوا ما أريد تمنيات أريد توقعات. عموما كابتن نزار حقيقة أريد رؤية تحليلية للفريق الإماراتي كيف يلعب، العناصر اللي ممكن تلعب،
ممكن منه يلعب بديل لعامر عبد الرحمن، لأنه زميلنا علي النعيمي حقيقة بعث تحياته وسلام من روما وبعث رسالة للمدرب راضي شنيش اللي يقول يعني احتمال أنه المدرب يزج بصانع ألعاب نادي الجزيرة خلفان مبارك لتناغمه مع علي مبخوت كونهم يلعبون في نفس النادي. تفضل كابتن. طبعا الاستقرار الفني للفريق الإماراتي واضح من فترة طويلة، نفس التشكيلة تلعب من فترة طويلة، هذا الشيء نطاهم نوع من الاستقرار الفني رغم الخسارات، لكن هناك استقرار فني من ناحية الأداء. حتى مباراة السعودية عندما خسروا كانوا يأدون بشكل جيد حقيقة الأمر، لكن تعرف الأهداف اللي يعني عندما يخطأ مدافع ويدخل هدف تنقلب الموازين بكرة القدم. فريق الإمارات في الغالب يعتمد على طريقة 4-4-2 يعني دائما موجود أحمد خليل وعلي مبخوت للأمام. هسه علي مبخوت يلعب بجنبه أو يلعب خلفه، هذه طريقة حسب اختلاف الفريق. آخر مباراة مع السعودية لعب الفريق بطريقة 4-2-3-1. النقطة المهمة في فريق الإمارات أنه يعتمد على التنظيم من الخلف، يعني لا يعتمد الكرات الطويلة، يعتمد على نقل الكرات بطريقة غير مباشرة يعني بين المدافعين إلى الوسط ثم إلى الهجوم. هذا الأسلوب يناسب اللاعب عموري اللي هو رقم 10 الآن، بعد في أمم آسيا كان يلعب في منطقة الوسط، اليوم من تصفيات أمم آسيا عموري يلعب على جهة اليمين كجناح يمين ولاعب حر ممكن يكون في الملعب، وهو أبدا ما يلعب على جهة اليمين، هو يتمركز في جهة اليمين، لكن مجرد أن يبدأ الفريق الإماراتي بالتمرير وتدوير الكرة يدخل إلى منطقة الوسط، وعندما يدخل إلى منطقة الوسط راح يكون لاعب فارغ، وبالتالي تكون حركة بين علي مبخوت إسماعيل الحمادي وأحمد خليل للأمام. يشوف جهة اليمين ما بيها حركة إلا إذا علي مبخوت انتقل، يعني من يدخل العموري إلى منطقة الوسط علي مبخوت ممكن يروح إلى جهة اليمين، لكن في الغالب اللي يروح هو عبد العزيز هيكل اللي هو رقم 9، يعني يروح من جهة يعني اليمين، ممكن أحيانا نسميها طريقة الجناح المكسور من اليمين. هم يلعبون بهذه الطريقة ويتمركز، لكن لا يلعب في هذه الجهة ولا يدافع بهذه الجهة، فيدخل إلى منطقة الوسط. من يدخل إلى منطقة الوسط، وهذا ما حدث أيضا عندما لعبوا العين مع الجيش القطري، يعني بنفس الطريقة المباراتين يعني عموري صنع الفوز بطريق هذه الطريقة من اللعب. فعندما يدخل منطقة الوسط حرية عنده بالتفكير، حرية عنده بالعمل بدون مراقبة، وهو لديه القدرة على إيصال الكرة يعني في ثغرات بسيطة لأي فريق، ممكن أن يوصل الكرة وممكن أن أيضا ينتقل ويسجل من العمق. النقطة الرئيسية اللي أحب أقولها أنه اللاعب علي مبخوت هو مفتاح الهجوم وليس أحمد خليل، لأن علي مبخوت ينتقل بالفراغات اللي يتركها أحمد خليل، يعني هو يتحرك عكسه بالضبط، ولاعب سريع، وإذا تشوف الأهداف اللي سجلها علي مبخوت دائما من عمق الملعب، يعني لا ينتظر الكرة من جانب الملعب، يتحرك عكس أحمد خليل وتجي الكرة بالمقاس من دائما هم من يتحركون كروس، يعني هو يختار دائماً. هو يختار الفراغ اللي تركه أحمد خليل بالضبط. هنا التنظيم الدفاعي عندهم جيد، لأنه الجناح اليمين لا يشترك في الهجوم كثير، يعني صح هو يصعد بس ما عنده مشاركة هجومية، ولا الجناح يسار، لأن الاعتماد يكون على عموري واعتماد على إسماعيل الحمادي اللي هذول هم إذن القوة الضاربة إسماعيل الحمادي علي مبخوت أحمد خليل عموري. يعني إذا قدرنا نقطع الطريق عن رقم 10 عموري، أعتقد يعني 70% من هجمات الفريق الإماراتي تكون يعني الى توصل الى طريق مسدود الى طريق مسدود. ال 30% الاخرى ممكن الدفاع يتعامل معها يعني مع امكانيات اللاعبين، لكن الرئيسي هو يعني عموري اللي هو لاعب مميز لديه القدره على تمرير الكره بشكل رائع جدا، خصوصا الثرو باس عنده عالي جدا، احسن واحد بالمنطقه يعني باسيا الان، هو يعني من اللاعبين اللي مسجل انه اعلى كرات خطرة يعطي بآسيا الآن هو عموري. هذا اللاعب طريقة المراقبة مالته يعني يجب أن ننتبه عليه، طريقة التعامل وياه، عدم إعطاء الفرصة للتفكير، عدم إعطاء الفرصة للعمل برجله اليسار، خليه دائما يروح على جهة اليمين،
لأن الرؤية تكون مختلفة عندما يعني تأخذ الكرة لجهة اليمين تكون الرؤية مختلفة هناك، يعني إذا يواجه الملعب راح تكون الرؤية واضحة أمامه. هنا النقطة الرئيسية بفريق الإمارات إنه بهذه الحركة لاعبي ارتكاز ما عندهم واجبات هجومية اللي هم طارق أحمد وخميس إسماعيل، ليست لديهم واجبات سوى حماية منطقة الوسط ومنطقة رقم 10 اللي هو عمرو، يعني يميل محمد طارق أحمد إلى جهة اليمين حتى يغطي المنطقة لأنه عمرو راح يبقى بالوسط، فبالدفاع يميل هذه المنطقة حتى يغلق هذه الثغرة. بهذا التنظيم وبهذا الأسلوب، الأسلوب الأنسب للعب أمام الفريق الإماراتي هو الضغط عليه في ملعبه حتى نطلع من أسلوبه. يعني يمكن راح يتكلم بس أنا أنطي الفكرة إنه إذا تريد تلعب أمام الإمارات عليك أن تضغط على الأمام حتى تطلع من أسلوبه وينقل الكرة الطويلة. وإحنا عندنا للأمام لاعبين سريعين، يعني إن كان أحمد ياسين وإن كان علاء عبد الزهرة مهند جستن علي عدنان لديهم القدرة على الضغط، والضغط يحتاج إلى سرعة. عندما تضغط في ملعبه وتمنعه أن يلعب تدوير الكرة، هنا عملية وصول الكرة إلى اللاعب رقم 10 راح تكون يعني صح تقطع عنه سبل التوصيل بهذا الضغط، وبالتالي يعني تكملة الضغط وقطع الكرة ممكن، لأنه المدافعين يعني لديهم أخطاء يعني بعملية الموازنة، لأن من الصعوبة أنه اللاعب يطلع من طريقة لعبه. يعني فريق متعلم ينقل كرة من اليمين إلى اليسار وتجي مباشرة تضغط عليه يلعب بالأسلوب الطويل، هذا يخليه مرتبك إلى حد ما بطريقة الضغط، وبالتالي ممكن الفريق العراقي بهذه الطريقة أن يوصل إلى مبتغاه ويسجل. طيب كابتن بسام، تحدث كابتن نزار عن أسلوب لعب الفريق الإماراتي، محور اللعب عموري تقريبا هو الأبرز ما بين الفريق الإماراتي، اعتماد على ثلاث عناصر بالأمام، الحركة العكسية للثروباس، هذه كلها في المنطقة الأمامية تعتمد على أربع لاعبين، لكن الأبرز اللي أشار إليه هو عموري. الآن الفريق العراقي كعناصر، هل من الممكن أنه نلعب بأسلوب مضاد لهذا الأسلوب؟ من الممكن، هو قال ممكن 4-4-2، لعبة السعودية لعب 4-2-3-1. توقعاتك أنت كمدرب الآن كيف تلعب بأسلوب مضاد لأسلوب الفريق الإماراتي؟ كيف ممكن تحجم دور عموري؟ كيف من الممكن أنه الحركة العكسية لأحمد وعلي مبخوت وأيضا إسناد إسماعيل الحمادي، كيف ممكن أنه تتعامل مع هذا؟ طبعا النقاط ذكر الكابتن جدا مهمة بصراحة. من أهم النقاط اللي يتكلم عنها بأنه الفريق المنتخب الإماراتي خارج أرضه لعب 4-2-3-1، وعلى أرضه راح يلعب 4-4-2، وإحنا أسلوب لعبنا وطريقة لعبنا في المرحلتين المباراتين الأخيرة لعبنا نفس الطريقة 4-4-2، لعبنا مهاجمين صريحين قليلا إلى الخلف، لعب على عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم، لكن حقيقة هي 4-4-2. أنا أعتقد بأنه هذا الأسلوب ما راح يغير الكابتن راضي شنيشل، ربما التغيير البسيط اللي كان ممكن، لأنه إحنا لعبنا أمام تايلند كان المفروض نلعب بشكل هجومي، ولعبنا بشكل هجومي من خلال زج اللاعب مهدي كريم في وسط الملعب، مهدي كامل عفوا، مع سعد عبد الأمير في وسط الملعب، لذلك عملية نقول احنا النزول والاستلام الكرة وتمرير الكرة والدوران السريع الكابتن مهدي كامل ساعد في خلق زيادة عددية سريعة، وبالتالي فرض السيطرة في منطقة الوسط وتسجيل أهداف. هاي ناحية. هل سيلعب الكابتن راضي شنيشل؟ وهي هاي أهم نقطة طبعا وأصعب نقطة، أنا أعتقد بقرار الكابتن راضي شنيشل والجهاز الفني، هل سيلعب بأمجد عطوان أم سوف يلعب بمهدي كامل؟ سألين هذا السؤال طبعا وطبعا أنا أعتقد شخصيا راح يلعب متحفظا نوعا ما، ما يريد أوراقه كلها يحرقها الكابتن راضي شنيشل منذ البداية، لذلك باعتقادي الشخصي راح يلعب بأمجد عطوان منذ البداية مع مهدي كامل، محاولة منه لفرض السيطرة أو محاولة من عنده السيطرة على الهجمات الخطرة اللي ممكن تكون من وسط الملعب عن طريق عموري. الأمر الآخر اللي احنا نتكلم عنه وجود عبد الزهرة، هل سيكون مؤثر إلى الأمام؟ يعني خاصة في منطقة العمليات اللي نقول احنا الثلث
الثلث الاخير لهجمات المنتخب العراقي قرب مهند هناك يكون مؤثر على عبد الزهرة، او عند نزول هذا اللاعب الى الخلف والاستلام والتسليم. انا اعتقد بهاي المنطقه بهذا المكان سوف يكون مؤثرا اكثر مهدي كامل في هذا المكان. مهدي كامل خاصه في الشوط الاول. عمليه نقول احنا التحضير بالنسبه للمنتخب العراقي غالبا ما تكون مع المنتخبات السريعه تكون بطيئه نوعا ما، لذلك اللاعب الوحيد اللي انا شاهدته من خلال رؤيتي وقراءتي للمباريات، اللاعب الوحيد اللي يستطيع بانه يستلم في وسط لاعبين او ثلاث لاعبين بدون ان يفقد الكره هو مهدي كامل، ويلعب بكره لمسه او لمستين او الدوران، وعمليه الربط تكون بين المهاجمين وبين خط الوسط. لذلك احنا محتاجين هكذا نوعيه من اللاعبين اللي يكون مؤثر بشكل كبير. الامر الاخر اللي ممكن ايضا احنا نقرأ عن المنتخب الاماراتي من خلال الاهداف اللي سجلها سابقا والاهداف اللي سجلت على المنتخب الاماراتي. اذا ما شاهدنا احنا اما المنتخب السعودي يمكن هو فرض سيطرته اكثر من 60-65 دقيقة على المباراة. والكابتن نزار شاهد المباراة وحللها بصورة صحيحة. بعد ال 65 دقيقة المنتخب السعودي عودته الى الخلف واعتماده على الهجمات السريعة المرتدة، هاي بصراحة سببت مشكلة للمنتخب الإماراتي وخاصة قلبي الدفاع نتكلم عليهم خميس إسماعيل، وكان أيضا حسن العنزي وإسماعيل حمد. بالكرات المرتدة احنا شاهدناهم هنالك مساحة واسعة بيناتهم وعملية التغطية بيناتهم كانت ضعيفة، لذلك استثمرها المنتخب السعودي. يعني عملية الارتداد كانت ضعيفة المنتخب الإماراتي أمام سرعة لاعبي المنتخب السعودي، وبالتالي المنتخب السعودي سجل أهداف كلها من هجمات مرتدة وحالات فردية، ما سجل من كرة ثابتة نهائيا المنتخب السعودي، فقط الكرة الثابتة الأخيرة اللي سجل هدف الثالث لكن ككرات ثابتة مثلا غير مباشرة وسجلت عن طريق مثلا تكملة أو ما سجل المنتخب، لا ركنية ما سجل بهالطريقة. الأخطاء الوحيدة اللي كانت الكرات الخطرة هي الكرات المرتدة على المنتخب السعودي الإماراتي. احنا اعتقد محتاجين الى سرعة نقل الكرة من هجمات المرتدة، الى سرعة تفعيل لاعبين اطراف اللي احنا اتوقع، يعني انا شخصيا ارسلوا لي التشكيلة المتوقعة. احمد ياسين جستن، امجد عطوان، سعد عبد الامير منطقة الوسط، يعني على عبد الزهرة ومهند عبد الرحيم، مصطفى، احمد ابراهيم، وليد ضرغام. محمد حميد. نعم محمد حميد. انا اعتقد بانه وجود جستميران في الجهة الاخرى اللي هو طبعا هو بارع نقول احنا حتى في الدوري الامريكي، وفاعل في هذه المنطقة من خلال يعني طبعا استلامه وتسليمه، لاعب صعب مهارة. جستميران مو لاعب ماهر وبارع عندما تكون هنالك تدوير للكرة واستلام تسليم عندما يكون في ساحة المنتخب العراقي، لكن يكون بارع ربما في الثلث الاخير او قبل منتصف الملعب، هنا عندما يستلم ويمرر كره ويكون يخلق زياده عدديه. بالنسبه لاحمد ياسين لاعب نشط، لاعب متحرر، لاعب اشوفه تقريبا كل المباريات بمستوى قدم مستوى جيد، لكن هو الوحيد مستواه كان ثابت. احنا محتاجين بصراحه بعض الاحيان محتاجين يعني تغيير بين هاي المراكز. يعني الان انا ايضا افهم تقريبا من كلامك انه مثل ما تحدث كابتن نزار قال يعتمد على الثلاثه اللي بالامام، ايضا انت تكتيكك راح يعتمد او نجاحك على علاء وجستن واحمد. بالضبط، انا اعتقد بانه الحركه ايضا ما بيناتهم حركه هؤلاء اللاعبين المستمره يحتاج بعض الاحيان بالتعاون مع مهند. انا مهند من اللاعبين اللي بالبوكس اصبح فاعل 100%. طيب يعني تسجيل اهداف بالدوري الاماراتي مع المنتخب العراقي نضج بشكل كبير، اصبح جهده ما يوزع بصراحه او يشتت في مناطق بعيده عن المرمى، في الجزاء هو اصبح يعني نقول سلاح ربما يكون مدمر للفريق المنافس، وبالتالي الجهد ما جاي يضيع ببلاش. انا اتمنى فقط الكرات اللي يصل بها احمد ياسين، انا شاهدته باكثر مباراه يصل الى مناطق مميز، يعني بها الكرات اللي تاتي من الخلف وتمرر ايضا من العرضيات،
هاي كرات يعني بذل المنتخب العراقي مجهود كبير في سبيل ان تصل الى هذه المنطقه، يكون هنالك تركيز عالي في المنطقه، خاصه انا باعتقادي مشكله في تغطيه الظهير اليسار. وكلم كابتن نزار اشار الى نقطه مهمه جدا حقيقه، وهي تقريبا يعني عقدتنا، يمكن هو يعني استاذنا بهذا الامر. اللاعبين الاماراتيين وصلوا، يعني كل الخليجيين وصلوا الى مرحله حقيقه سبقتنا من ناحية النضوج الكروي، الاحترافية في التعامل مع دقائق المباراة، زمن المباراة، الكرات عندهم احترافية أكثر من لاعبين حقيقة، وهذا جراء الاحتكاك المباشر والمستمر بلاعبين يفوقهم مستويات بخلال الدوري وحتى المباريات التجريبية. صحيح. هذه نقطة مهمة جدا. لا أحسنت كابتن، أنا أعتقد بأنه أسلوب لعب الفريق تكلم عنه المنتخب الإماراتي كرات قصيرة، وبالتالي عند منتصف الملعب بالذات نزول عموري، وتكون هنالك لمسه او لمستين لعموري وثم الانتقال الى منطقه الهجوم. هذا الدور انت تكلمت عليه، شلون نوقف عموري، وهي من اهم النقاط اللي حنتكلمنا عنها. عندما يعود المنتخب العراقي الى الخلف، عموري لا يستطيع ان يمر الكرات خلف المدافعين، وبالتالي اللاعبين علي مبخوت واحمد خليل ما راح يكونون فاعلين في هذه المنطقه، هنالك راح يكون يعني غلق لهذه المنطقة. لكن عند اندفاع المنتخب العراقي إلى منتصف الملعب، هنا راح تكون كرات عموري البينية والمؤثرة خلف المدافعين، والمميز بها هو عموري. بالتالي أنا أعتقد يجب عندما يكون عموري يجب أن تكون قريبة على اللاعب عندما يستلم، بعد ما تعطي مساحة للتصرف، لأنه حتى المساحات الضيقة يستطيع أن يصرف، وما تندفع أيضا، وما تندفع. يعني عندما تلعب مع لاعب مهاري جدا بأنه ما تندفع للضغط عليه مباشر، تستخدم عقلك أكثر، هنا يجب أن تكون جسم. تركيز على الكرة. طيب. وتركيز على حركة اللاعب وطريقة تفكيره. راح نكمل، عندنا استطلاع أيضا من أبو ظبي الإماراتية عبر مراسلنا مصطفى العطان. مشاهدينا الكرام، تعالوا معي لنتابع هذه اللقطات واللقاءات. اليوم احنا جايين للفوز، تعرف اليوم نملك 3 نقاط بعد فوزنا 3 خسائر، اعتقد عازمين ان نفوز على الفريق الاماراتي في عقر داره. اليوم احنا نخوض حرب يعني امام داعش في الموصل وتحرير الموصل، اعتقد هاي راح تكون بشرى الى المقاتلين والحج الشعبي والجيش والقواتنا العسكريه المتواجده. بالنسبه للمنتخب، تفكير المنتخب الفوز وليس الخساره، الفوز وليس التعادل، الفوز في سبيل ان نضمن 3 نقاط، كل عندنا 6 نقاط، لان بلد اليوم نعيش لازم نسعد ابناء بلدنا، ودائما ابناء بلدنا دائما متواجدين معنا، ودائما هم داعمين وساندين للمنتخب الوطني العراقي. بالنسبة لدخول الجماهير، هل أكو محاولة من اتحاد الكرة من أجل دخول الجماهير مجانًا إلى ملعب المباراة؟ يعني محاولات حسب ما سمعته من الأخوان الإعلاميين المتواجدين، وحسب ما سمعته من الأستاذ مصطفى، أعتقد لعبة تايلاند مسوينها مجانًا، فعليهم أن ينظرون مثل ما إحنا، إذا سووا بالمثل إحنا راح نسوي بإيران. إحنا بالنسبة لنا بإيران راح تكون المباراة كلها مجانًا، وقرر هذا قرار اتحاد، فنتمنى من الاتحاد الاماراتي ان تكون مجانا، جمهورنا كبير وعندنا جاليه هنا، واعتقد ما راح تاثر، ونريد كل المواطن العراقي اللي متواجدين هنا يشاهدون مباراتهم ويشاهدون منتخبهم الوطني، فمحاولات موجوده ان شاء الله. في حاله الخساره لا سمح الله امام المنتخب الاماراتي، هل ستكون هذه المباراه الاخيره لراضي شنيشن ام سيستمر طول فتره عقده؟ انا اكد واكد، لان انا المتحدث الرسمي ودائما ما اشوفه باتحادي، احنا مجددين 3 سنوات ولا تغيير في الكابتن راضي مهما تكون النتيجه، لكن ثقتنا عاليه بالكابتن راضي شنيشن، والكابتن راضي يقرب الموازين ان شاء الله، ان شاء الله نفوز على الفريق الاماراتي في عقر داره، ومتمسكين بالكابتن راضي لمده 3 سنوات هو الكادر التدريبي المساعد. المباراه الحقيقه صعبه، ليست سهله، لأن احنا نلعب في دولة الإمارات، في ملعب الإمارات، جمهور هيكون جمهور كبير، فنتمنى أن يقدم منتخبنا الوطني مستوى جيد يليق بالكرة العراقية ومستواها، وأن يحقق الانتصار ويقدم فرحة إلى شعبنا العراقي في هذه الأيام، ونتمنى لكل اللاعبين أن يبذلوا جهود كبيرة لتحقيق هذا الانتصار.
الاستقرار والفارق اللي موجودة لدى الفريقين والإمكانات اللي موجودة لدى الفريقين. ممكن أنه المباراة أكيد يعني مو ممكن أكيد أنه راح تكون مباراة صعبة للطرفين. الجانب الإماراتي يعاني بشكل كبير من سوء النتائج ونتيجة الأخيرة اللي ضد مباراة السعودية ممكن أثرت بشكل كبير على أداء الفريق وعلى وضع الفريق وضع الفريق الإداري ووضع الفريق كلاعبين أو حتى في الجهاز التدريبي. عكس المنتخب العراقي ممكن سوء النتائج اللي كانت في المباراة السابقة المنتخب العراقي بعد مباراة اليابان العراق بدأ يظهر بشكل أفضل مما كان عليه في المباراة السابقة في مباراة تايلاند أفضل من مباراة اليابان. نتمنى أنه التطور والمستوى الجيد في المباراتين السابقة للمنتخب العراقي أنه يتوج في مباراة يوم غدا. مباراة ما راح تكون سهلة وما راح تكون مستحيلة للمنتخب العراقي بإمكانه أنه يحسم المباراة. بعد هذا الاستطلاع من أبو ظبي وهذه اللقطات هناك استطلاع آخر للمدربين العاملين مع المنتخبات الوطنية والأندية أيضا، تعالوا معي لنتابع. احنا مثل ما نعرف الإمارات ما يمر بأفضل حالاته، الإمارات لأول مرة من سنين بعيدة عنده تباين بالآراء من خلال الجهاز الفني وأيضا من خلال إصابات اللاعبين اللي موجودة. احنا يجب أن في هذه الفترة نستغل هاي السلبيات اللي يظهر فيها الفريق الإماراتي، بالرغم ما فريق الإماراتي احنا مثل ما نعرف فترة طويلة هم مجموعة واحدة انسجام واحد، تصير متغيرات لاعب أو لاعبين يجددون الفريق أو مراكز معينة، ولكن كمجموعة هم صارون فترة طويلة مع بعض. نتمنى بأنه هاي السلبيات اللي يظهر بها المنتخب الإماراتي وانقسام الشارع بسبب إقالة أو استقالة الجهاز الفني يجب أن يستغلها المنتخب الوطني، وأيضا احنا داعمين للمنتخب الوطني من خلال هذه المباراة. وإحنا نعرف مثل ما قلنا هي كن أو لا تكون، الثلاث نقاط مهمة جدا، التعادل والخسارة هي لا تخدم الفريق، وإحنا مثل ما نعرف إذا أريد نستمر إلى نهايات كأس العالم يجب الفوز على هكذا فرق. مباراة صعبة وصعبة على الفريقين ليس فقط على المنتخب العراقي، لكن منتخبنا عندنا لاعبين جيدين، الوقت أعتقد كافي اللي أخذناه خلال هذه الفترة بعد المباراة الأخيرة. نتائجنا رغم انها غير جيده لكن ما كنا نستحق، يعني على الاقل نحصل على ثلاث نقاط كان ممكن نزيد رصيدنا. لدينا ثلاث نقاط ممكن ان نحصل عليها امام المنتخب الاماراتي لكن بشروط، الشروط يجب ان تتوفر خلال هذه المباراه، وهي ان نظهر بمستوى جميع الخطوط ان تظهر بمستوى لائق اثناء المباراه. يجب ان تكون هناك قراءه صحيحه قبل المباراة ودراسة المنتخب الإماراتي قبل المباراة والمعرفة نقاط الضعف والقوة والعمل عليها، والقراءة خلال المباراة أثناء المباراة، لأن الشوط الثاني ممكن أن تحسم نتيجة المباراة. أعتقد منتخبنا قادر، عندنا لاعبين يعني متحفزين متحمسين، لكن المباراة يجب أن تحسم تكتيكيا داخل المباراة. فرق الخليجية والإمارات الآن هم في نكسة، عملية إعادة تأهيلهم المعروف أنهم مو من السهولة، لأنه العراقي موضوع الأزمات ممكن أن يتغلب عليها بسهولة، لكن إخوان بالخليج يأخذوا لهم وقت لأنه ما متعودين على الهزات النفسية الكبيرة. هذه النقطة أعتقد هي محور دخولنا للمباراة، إذا تأخرت المباراة النصف الساعة الأول ستكون النتيجة عراقية 100%، ولو أني يعني عندي ثقة بفريقنا أنه راح يحقق نتيجة إيجابية، لأن المباريات الأخيرة وخاصة الثلاثة الأساسية ومع الأردن التجريبية كان الفريق مستقر ويملك عناصر التفوق وحتى الإمكانية الفردية للاعب العراقي هي أكثر كفاءة. فريق الإماراتي من الفرق المتطورة خاصة في الآونة الأخيرة، يضم لاعبين كبار مثل عمورة وغيره من اللاعبين المتواجدين، عندهم استقرار تدريبي استقرار لاعبين كتشكيلة. الفريق الإماراتي قدم في البداية مستوى كبير خاصة عندما فاز على الفريق الياباني في أرضه، وهذا يعني مو خسارة الفريق الإماراتي مع الفريق السعودي، لا يعني هي الفريق الإماراتي فريق سهل. فريقنا في الآونة يعني بدأ بالتصاعد بالعدة التصاعدية، أتمنى من منتخبنا أن يحقق الفوز وهذا يخليه طبعا في المنافسة، هي هذه المباراة مباراة حياة أو موت، إن كان هناك نتيجة إيجابية راح يخلي فريقنا بالمنافسة، ولا سامح الله إن كان هناك نتيجة سلبية راح فريقنا يخرج من المنافسة، وهذا حقيقة راح يعني ما يلبي طموح الكرة العراقية. أكيد طموحنا مع الفريق العراقي طموح عالي،
نتمنى الفريق ان شاء الله المباراه تكون نتيجته جيده، لنؤكدها لثلاث نقاط اذا تحققت ان شاء الله راح تكون الامور جيده بالنسبه للمنتخب العراقي، راح يصير طموح الفريق نحو بالبطوله يكون احسن واروح بالنسبه لكل العراقيين وليس بس المنتخب الوطني، قلوبنا معهم لكن نترجى منهم اخواننا الشباب ان يكون نفس العزيمه نفس الهمه في مباراه تايلند. تعرف الفريق بدا تصاعديا حسب ما اللي اتضح امامنا واللي مكان يتحدث به كابتن راضي سنيشن، الفريق من يكون خط البيان بتصاعد الامور تبشر بخير ان شاء الله، الخطوط الدفاعيه تكون متماسكه بصوره صحيحه والذود عن المرمى يكون بالنسبه لمحمد حميد بسالته تكون اكثر وان شاء الله نتمنى الفوز مباراه. تحياتي لجميع المدربين. الزميل مصطفى العبطاني يقول انا جاهز وبالانتظار، انا اقول له والله مو جاهز اليوم، خليها على باكر ولا تنتظر يا حبيبي، عزل وروح، ما راح نقدر نتصل بيك لانه اعتذار الشديد من عندك. يوم غد ان شاء الله راح توضعنا بالتفاصيل بعد المباراة، يوم غد اتصالنا بيك ضروري، فلذلك يوم غد انتظر وخليك جاهز منا اليوم الغد، اشحن منا الباكر راح اشحنك منا الباكر. وانا اسف يا مصطفى، راح اقرا بعض التعليقات، بعض مو الكل. الصديق زيد الزهيري يقول ان شاء الله التفوق وتوقعاتي 2-0. الصديق عبد الامير نعيم سيرتكب خطا كبير، انا دا اقرا وضحكت يعني قريتها ويا الكباتن، هو منو اللي راح يشرك ومنو اللي التشكيله ما بيها لا ريبين سولاقه ولا بروا، لا تقل لماذا، والله ما اقول لك لماذا، يجب اللعب 4-5-1 واغلاق الاطراف بميلان احد الارتكازين مع تنبيه الدفاع لمراقبة اللاعب وليس الكرة فقط. أعتقد البدء بمهدي أفضل بكثير من علاء مثل ما قال كابتن بسام، أتمنى لا يعطوا الفريق الإماراتي أكبر من حجمه. يقول هذا يعني مصطفى ديدز للتشكيلة حقيقة. عموما الكابتن عبد اللطيف كاظم، حلقة مميزة بالتأكيد مع وجهين كرويين لهما تاريخهما الكروي، الحديث عن مباراة الغد وقتا ممتعا إن شاء الله. أيضا صديقنا العزيز والشقيق الأصغر لكابتن بسام علي رؤوف يقول ربي يوفقكم. السيمون الزورائي نستغنى عن المقدمة وأشكرك على كلامك الجميل وبعد الترحيب بكم، يقول سؤالي كيف يمكن أن نحقق الفوز على الإمارات، هل تفضلون اللعب بأمجد عطوان أو بروار نوري مع سعد عبد الأمير؟ اتضحت التشكيلة أنه يعني الآن أمجد راح كيف الفوز على الامارات؟ ما توقعنا نعم. اي هو المتوقع انه راضي الشنيشي اللي يبدا بلاعبي وسط اثنين ارتكاز وهذا الصحيح حتى يقدر يضغط باتجاه عموري ويقدر واحد يامن منطقه الوسط، اضافه انه الاثنين لديهم قدره على الحركه السريعه والنشاط بالدفاع. وايضا امجد عضوان عنده قدره على الانتقال السريع مع لاعبي المهاجمين. وبالتالي هذه الطريقه اعتقد هي المناسبه بالنسبه لمنتخبنا. طيب خلينا نشوف مصطفى لانه دي يعني ركز على انه دزيت لك فتشي، راح افتح وراح تاخرني بالوقت. عموما انا راح اسال كابتن بسام لانه الصديق عباس فاضل يقول يعني اتمنى الكباتن يوم غد ايضا يكونون بالتحليل بعد مشاهده المباراه. الآن مصطفى دزلنا التشكيلة وهي نفس اللي توقعناها بالضبط، ما شاء الله صاير فني همين، يقول يتحول إلى 4-5-1 4-5-2 هاي الإمارات شو تسوت فيك مصطفى. عموما صديق نبيل البياتي يقول مساء الخير، إذا عموري لم يشترك في المباراة كيف يتوقع المباراة؟ طبعا اكيد من اهم المفاتيح هو عموري، المنتخب الاماراتي عنده اسلوب وسبب نجاح هذا الاسلوب هو عموري بصراحه، لانه نقل الكرات تحت الضغط في اي منطقه في وسط الملعب في الثلث الهجومي، هو عموري بصراحه هو اللاعب اللي بصراحه دائما يفضل نقول النزاع او الاشتباك في هذه المناطق. ذلك انا اعتقد ابتعاد عموري عن التشكيله، المنتخب الاماراتي ما يمنع بانه يلعب كره واسلوب جميل لكن ما راح يكون الى ذاك التاثير الفاعل من الناحيه الهجوميه وتمرير الكرات البينيه الخطره. انا اعتقد يمكن احد النقاط اتكلم عنها الاستاذ الكابتن نزار اشرف انه اللعب بلاعبين ارتكاز، يعني نهتم احنا بمنطقه الوسط وبالتالي
هنا هنالك لاعبين على سبيل المثال جيستن ميرام ليس من اللاعبين اللي يدافعون، يعني دائما لاعب متحرر دفاعه ضعيف نوعا ما. احمد ياسين ايضا ما يحب ان يتحرر كثيرا الى الامام ناحية الهجوميه، لذلك احنا محتاجين الى لاعبين روحهم القتاليه والعمليه الدفاعيه بالنسبه لهم نقول احنا قاتلي الهجمات بصوره صحيحه، مثل سعد عبد الامير وامجد عطوان اللي يبقون في منطقه الارتكاز وما يندفعون للامام، وبالتالي نعطي حريه للاطراف ونعطي حريه للاعبين الى الامام. الصديق عباس فاضل هو يقول توقعاتكم، يقول ما اريد امنياتكم، ايش تتوقع؟ يعني توقع يريد بالنتيجه. التوقعات كلها يعني على المستوى الرياضي على مستوى كره القدم تشير ان انه منتخبنا يعني ممكن ان يحقق الفوز، يعني عكس المباريات السابقة اللي كنا البعض متخوف متشائم، اليوم رغم أن المباراة تجري على ملعب الإمارات لكن أعتقد الفوز الفريق العراقي إن شاء الله. طيب الصديق أسامة والصديق خالد يتمنون التوفيق. الصديق جواد يقول كيف نوقف مفتاح اللعب في منتخب الإمارات عموري، هل يلعب منتخبنا مهاجما من البداية أم يتحفظ؟ تحدثنا عن عموري وانت قلت راح يلعب متحفظ ما راح يلعب مهاجما. على ما أعتقد أنا أتذكر خلال التحليل انت تكلمت. صديقنا وسام من كندا يقول مباراة صعبة ومصيرية أمام منتخب مستقر من عدة سنوات لكن الآن مضغوط جماهيريا، سؤالي ما هي التشكيلة المناسبة؟ أعلننا التشكيلة المناسبة، هل نمرك أوراق رابحة في الشوط الثاني وزج جيستن بالشوط الثاني أفضل لإحياء الفريق وإشراك علاء مهاوي جناح أيمن وأحمد ياسين جناح أيسر وجيستن خلف المهاجمين؟ شكرا. عموما يعني هو متوقع هذه الامور لكن اعلنا التشكيله احنا. بس انا حبيت انوه الى نقطه مهمه. نعم. المنتخب الاماراتي عندما يلعب مع اي فريق دائما يحاول بانه يحتفظ بالكره ويدور الكره ومبدا الحيازه عنده عالي جدا مع هاي الفرق، لذلك احنا ما نتوقع يعني يوم غد بانه هو ما راح يكون يعني الفريق اللي يفرض نوعا ما سيطرته في وسط الملعب لانه عنده اسلوب ثابت وبالتالي عند لاعبين مهاريين ولاعبين يستطيعون التحرر من الرقابة، لكن احنا نحاول إعاقة هذا الأسلوب. وشون راح نعيق هذا الأسلوب؟ من خلال طبعا أكيد تقارب المسافات بين اللاعبين والخطوط، وبالتالي نقول ما تكون مساحة بعيدة بين مهاجمين المنتخب العراقي ومدافعين المنتخب العراقي. احنا المشكلة الحقيقية عندنا في منطقة البناء، هذه الثغرة ما بين الخط الأمامي والخط الخلفي، هذه يعني حقيقة تضيع علينا كل التكتيك المرسوم أو كل اللي ممكن أنه نفعله. لذلك أحيانا مو أحيانا أغلب الأحيان الكرات الطويلة دكتور احنا بس حالة واحدة، احنا دائما الفرق عندما تدور كرة في وسط الملعب تعرف شو يصير وراها، يعني أتمنى هاي يقراها الكابتن راضي شيل، أتمنى من كل قلبي اول ما فريق يداور كرتين او ثلاثه مباشره يعودون لاعبي قلبي الدفاع وبالتالي لاعبين الظهيرين الى الخلف مسافه 10-15 يارد، باللحظه هاي راح تكون هنالك مساحه طويله وبعيده بين لاعبي خط الوسط والمدافعين. يمكن يشاطرنا الراي كابتن نزار، الحيازه يعني حيازه الكره عندنا ضعيفه جدا وليست يعني بالمستوى اللي كنا نتامله كمنتخب. هو طريقه اسلوب لعب الفريق العراقي تعتمد على الطريق المباشره المباشر نقل الكرة إلى الأمام يعني للوسط ثم للمهاجم. نعم. عكس الفرق الأخرى مثل الإمارات السعودية تعتمد على نقل الكرة بشكل غير مباشر للدفاع إلى الوسط إلى الهجوم، ويعني التنقل عن طريق المناولات. الفريق العراقي أسلوبه يختلف، عملية تنظيم اللعب وحيازة الكرة عندنا بها ضعف، والأسباب يعني أتحدث عنها بشكل بسيط وهي انه معظم اللاعبين عندنا يدربون على ارض غير صالحه لتمرير الكره. كابتن هذه ارض غير صالحه، احنا يمكن في حلقه من الحلقات حضرتك واللي بعدك واحنا جينا بعدكم كل صبه كنا نلعب عليها. صحيح، بس كانت المهارات تختلف، كانت كره القدم تختلف. اللاعبين اذا نوعيه اللاعب ايضا كره القدم كانت تختلف، كنا نلعب كره قدم يعني اقرب مدافع عليك متر، اليوم المتر ماكو. نعم. يعني الان تشوف بالمباريات إيقاع اللعب اختلف، إيقاع اللعب القانون اختلف، أصبحت ملعب كرة القدم تحس بأنه ضيق على اللاعبين بسبب سرعة التحرك، طريقة الضغط، إمكانيات اللاعبين، القدرات البدنية اختلفت، طريقة التدريب اختلفت. قبل كان يعتمد على تدريب المطاولة، الآن على تدريب السرعة وتحمل السرعة،
الان كره القدم تغيرت، ولهذا ما تقدر تقارن تقول طيب. مارادونا مثلا احسن من ميسي ولا بيلي احسن من كريستيانو، لانه اختلفت موازين كره القدم اختلفت. الصديق محترف اعلام يعني تسميته اعتقد هو واحد من الزملاء، اذا لانه يقول سعداء بعودته كابتن بسام كمحلل فني رائع مع دكتورنا الغالي موفق والكابتن العزيز نزار اشرف وبرنامجنا الجميل استاديوم، شكرا جزيلا. سؤال لو امكن، هل اللعب باسلوب الكره الطويله يتناسب مع كرات قدر مع قدرات لاعبين الهجوميه ام العكس؟ مع الشكر. اتمنى كابتن بسام لو سمحتم يعطينا الاجابه. تكلم هو كابتن نزار. تكلم كابتن نزار، يعني فعلا احنا عمليه الانتقال قال بلمسه ولمستين وبسرعه، مرات تكون عن طريق لاعبي خط الوسط ومرات تكون انا قضيه الاستعجال، الاستعجال في تمرير الكرات يعني مو مبدا التدوير احنا عندنا كمنتخب عراقي، وبالتالي ضعف عمليه الاحتفاظ بالكره من قبل قلبي الدفاع بصوره مباشره اثرت بشكل كبير، لذلك عمليه التغيير دائما في مركزي قلب الدفاع هاي اثرت، وبالتالي لاعبين الظهيرين هنا اعتمدوا على الكرات، يعني عند اي عمليه ضغط ما يحاولون يمررون كره للاعبي خط وسط، يلعبون كره طويله، وبالتالي اصبح اسلوب لعبنا فقط الكره الطويله، نحتاج الى لاعبين بصراحه خاصه الاجنحه عليهم يعني المسافه اللي يتحركون بها تكون من الاعلى للاسفل وليس من الاسفل الى الاعلى. طيب صديقنا علاء البصري يقول اطلبك تقرا تعليقي، والله تطلبني وانا اسف الوقت يعني ازف ومع الاسف يعني خلص الوقت، بس الصديق مالك الغزي يقول اتمنى اشتراك امجد عطوان بدلا من بروا في الشوط الاول لانه اقوى بدنيا واكثر انسجام، هو راح يشارك وشارح وجهه نظره حقيقه، واحد نحترم وجهه نظرك هذه واعتذر عن قراءتها. ويعني صديقة لقاء ايضا من السويد سأله كابتن بسام تقول له لو عدت بنظرتك التحليليه الشموليه، يعني متابعه هي الظاهر ويانا حلقات، لما يحمله منتخبنا من سلبيات وايجابيات من المباريات اللي خاضها بالاضافه الى ما جهز به اليوم من معنويات وتصحيح اخطاء لضمان القادم بنجاح، هل ترون وتلمسون بوادر مطمئنه واحداثيات خططيه مدروسه لمباراه اكون او لا اكون اليوم غد؟ تحياتنا وعبرنا الوقت يقول استاذ فريد. نعم وشكرا على متابعتها واسئلتها. انا اعتقد بانه الكابتن راضي شنيشل اهتم كثيرا بالتشكيله واهتم بتوصيل المعلومه واعطى امل للمنتخب العراقي من خلال يعني طمانه الجماهير، لذلك انا اعتقد بانه هنالك ان شاء الله اسلوب لعب وطريقه لعب تتناسب ويا قدرات اللاعبين. راح اقراها على يقول اعتقد التركيز على جهه وليد عباس الكبير بالعمر بجهه احمد ياسين نقطه مهمه ممكن ان تكون بوابه لبناء الهجمات. كابتن نزار اخيرا كيف تتوقع البدايه مثل ما يعني كيف تتوقع البدايه؟ بدايه حذره من فريقي. حذره من الفريق اكيد. كيف تتوقع؟ جس نبض لحركه قراءه من قبل المدربين اول ثلث ساعه وبعدها ينفتح الفريق. ورسالتين ايضا الطالب يوم غد بوجودكم، ما اعرف اذا اكو امكانيه فالدعوه مفتوحه اكيد. ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. اذا راح يستمرون ان شاء الله كابتن نزار وكابتن بسام يوم الغد لتحليل المباراه ان شاء الله في استوديو تحليلي اخر بعد نهايتها، وان شاء الله نكون فرحانين جميعا. في الختام شكر الجزيل الى الكابتن نزار اشرف، شكر الجزيل الى الكابتن بسام رؤوف. شكرا جزيلا. شكر موصول لكل من شاهدنا وتابعنا في حلقه هذا اليوم، التقانا واياكم يوم الغد ان شاء الله نفس التوقيت، حتى ذلك الحين نلقاكم على خير.